خيرات والليرات. شلونك رويدة؟ من الله منيحة. ايه الحمد لله. عليا يا عليا. شو بدك من عليا؟ عليا نايمة. بالله كان بدي تسخن لي شوية مي، حاكم بدي يتخسر انا واخوك ابو محجوب. ايه روحي سخني مي لحالك، عليا ما انا مجبورة اني اسخن لك. لكن مين المجبور يا بعدي؟ انت ما عاد جد قلبي. زيت من فوق لتحت. زيت طول البرك اختي. هلا بشوف ابو لطفي بخليه يحكي مع عبده، بركي بيحل لنا هالمشكله. يو يا قتل الهي، ركبني العصبي ما عاد قدراني، بدي فش خلقي. قولي مالك ولك انت تناوي لك دهريه؟ والله ما قطعت طلبي الدنيا على دماغي. اختي طولي بالك. قلي عادي هيك ان شاء الله. عادي مو مشان تروحي هلا هلا على البيت. خير شو في؟ قال عمي ابو وضاح اجى الشيخ وضاح وجماعته جاي معهم نسوان. ايوه معناها الشيخه ام نمر جايه معهم. يلا لازم نروح. انا عمتي انا بدي اروح معي. لا تقبريني، اقصري الشر وخليكي هوني. الله يرضى عليكي. بدي اروح اعاونها. طيب معلش تقبري، هلا ببعث ورديبه بتجي بتعاوني. يلا عمتي عمتي اخي ابو محجوب رضي ان رويده تروح معك على بيتها. هو قال لك هالحكي؟ ايه عمتي ايه هو قال لي. لا تقبرني. يلا حبيبتي يلا لكان البسي ومشي معي. تكي عمتي تكي. قومي روحي معنا انت الثانيه كمان. والله جعبانه روح سلم على ابن مر لالبس ملايتي انا الثانيه. يلا عجلوا. يلا يا مي اهلين وسهلين بابن مر. والله اشتقنا لك. تشتاق لك العافيه يا خيا. والله ما تروحون من بالي، دوما دوما افكر بيكم. اهلين وسهلين. حلت علينا البركه والله. اهلا وسهلا بالمهلي. ايه يا خيا وش علومكم؟ ان شاء الله زينين. الحمد لله. حي الدنيا بخير. حي الدنيا بخير. ايه بالله حي الدنيا بخير. هذه سلفتي ام فيصل، تعرفينها؟ يا شلون ما بعرفها؟ اهلا وسهلا فيكي فيها. الله يسلمك. اسم الله عليه اسم الله. هذا ابن نمر مو هيك؟ لا بالله يا خيا، هذا ولد ام فيصل. عن حقه؟ الحمد لله يا ربي. الحمد لله اللي الله جبر بخاطرك وطعمك يا بعد هالعمر. الحمد لله والشكر يا رب. اسم الله اسم الله اسم الله ويخزي العين. اسم الله عليك اسم الله عليك يا رب. دخيلك اسم الله اسم الله. يا مرت عمي انت بتعرفي انه ضد عقلي الكذب واللف والدوران، ليش ما عم تصدقيني؟ هو قال انه انت وافقت انه رويدة ترجع لجوزها ولكن ابني عي سمعته. شو بدك تكذبني عينك عينك؟ حاشا لله، شو هالحكي يا مرت عمي؟ خلاص خدي وفيقه وروحوا لعنا على البيت، وانا هلا رح بشحطها من شعرها شحط. وبركة ما خلوها تجي معها. ستي ساعتها لكل حادث حديث. عبدو لنشوف. امشي يا مو امشي. خاطرك ابن عمي. الله معك يا ابو محجوب. أنا رايح لعند عمك أبو وضاح، شوف إيش كان عاوز شيء، حاكم إجا لعنده ضيوف، الشيخ وضاح وشاله. إن شاء الله بتروح وما بترجع، إن شاء الله بتروح وما بترجع. ولك أنت مين اللي قال لك إنه أنا خليت رويدة ترجع لعند جوزها على البيت؟ أنت. أنا قلت لها؟ إيه أنت قلت لي، قلت لك بدك تخلي رويدة تروح على بيت جوزها، قمت هزيت براسك. ولك الله لا يوفقك خربت بيتي،
ولك اذا هزيت براسي بكون موافق انه رويده ترجع على بيت جوزها؟ شو معرفني؟ انا هيك فكرت. الا بقى تفكر اخي الله يوفقك، بس عم تفكر عم تخرب بيتي انت. دير بالك على المشغل انا رايح جيبه. اخي والله مو وقتها هلا، بيت عمتك عندهم ضيوف يعني ومو حلوه. رجلي طالعه معي لهون ها؟ اسا من وشي. الله يرحمك يا بي. وينك تجي تشوف ابنك شو عم يساوي هلا؟ يا أمو مشان الله مشان الله إيمينة من سيرتها، إن رجعت ولا 60 عمرها ما ترجع لك تنقرض لي الله. صلى الله عليك شو بتفهمي؟ ولك طالعة ذكية لعمتي. ما حتطلعيك. وين بقى لازم ترجع لهون مشان نعرفها قيمتها. شو نسيتي شو عملت فينا بزماناتها؟ هلا قال الأوان. ما نسيت أمي، والله ما نسيت. بس بصراحة والله خايفة إنه عبده يطلع خلقه ويطلقني. لا تخافي، طول ما أنا شاددت له الحبل وماشي وراي ماشي، بس دقاك برخي له الحبل. يعني هيك قولتك ما بيطلقني؟ لا ما بيطلقك. ماشي. المسلخ انت وياها، لح مو عيب عليكم، لح مو عيب عليكم عم تضحكوا على امي؟ يو مين عم يضحك على امها؟ بنتك وكنت. يو اسمعوا على السمعة، من حصة طلعوا بتكون هي العقرب الصغيرة. مارك عمي شفتهم بعيني ما حدا قال لي. وليه انت وياها كنتوا عم تضحكوا على مرت عمي؟ يو نحن كنا عم نضحك على عليا مو على امه، مو هيك سلمى؟ مو عم يضحكوا يعني مع عليا، صبايا عم يمزحوا مع بعضهم. هلا قلي صهري شو صار معها؟ ما خلوها تجي معها؟ امشي يا مو امشي، بيت ابوكي اولى فيكي. مرت عمي لا تخربي بيت بنتك بايدك. حاجة بقى صهري حاجة، نحن عطيناك حرمة مو خدامة لأمك وأخواتك. قال لا تخربي بيتها. ليش إلها بيت هي يا حسرة ليخري؟ امشي يا مو امشي. وفيقة شو بدك بوفيقة؟ ما دخلها وفيقة، بس ترجع المحروسة أختك نبقى منرجع لك ياها، وبيجوز ما نرجعها كل ساعة ولا ملايكتها. يعني وللبنت؟ ايه سيدي وللبنت. ايه شو عليه؟ وفيها انت طالع. شو؟ لا عبدو لا عبدو الله يخليك لا طلقت يا منظور. الله لا يوفقك. الله مشان الله طولي بالك يا امي طولي بالك طوبريني. لا تقولي ايش يا ولا جوزة بيك ابن بيت. ولي انا ابدي يا ابو ابدي انا ما ابدي بالك طوبريني. تعي طوبريني تعي مش قاعد بالعسل ابدا قس الالهي عدمني يا ابدي. لك شايفين الله شو عم يعمل فيكم من نجاتكم؟ لك الله كبير. هاتي الولد وليك هاتي لي على عينك يا مو فينا نضحك عليها؟ اضحكوا شو هالحكي؟ طلقها؟ ايه طلقها منظور. هذا ابن اخوك اللي نحن حاطينه على الرف، لك اكل فول ورجع للقصور. انت مبسوطة هلا؟ ضليتي تحوسي لحتى طلقها. كان شو دخلني؟ هو اللي طلقها. هو اللي طلقها؟ ليش لحتى تطلقها ليش؟ هيك تبلي. تبلي ولا من على عينك؟ ابو صفوان انا ماني ناقصتها. لك انت هلا ما رح تجوقي وتصيري مثل بقية الناس؟ ما رح تجوقي؟ بقية الناس يعني مين؟ اختك موضح؟ مين جاب سيرة اختي بدي افهم؟ ابو صفوان اختك موضح هي سبب طلاق بنتها. ليش اختي شو دخلها؟
على بنا عبده راح لعنده يجيب اخته ويجي. ايه ورجع عم بفور فوران ودغري فات وطلعها باينة اشكره باينة ابصر شو وزت له براسه. شو بس الله كبير الله كبير شوف شو عم بيساوي فيهم من عمايله. وحدة ترملت وانفلجت والتانية راح ابنها وما رجع والتالتة مات ابنها وفقدت جوزها. لك الله كبير يا ويلو اللي ما بيخاف منه يا ويلو. صبحية بكفي بقى بكفي. شلونك عمي؟ الحمد لله عمي الحمد لله. عود عمي عود. ما قلت لي انت ليش مطلقه لوفيقه؟ عمي الله يلعن الشيطان. لا اله الا الله. ما بيجوزك عمي ما بيجوز. ابغض الحلال عند الله الطلاق. كعمي شو بدي ساوي؟ شو بدي ساوي انا واقع بين نارين؟ ويلي اختي وعمتي ام وضاح من ناح، ويلي مرتي ومرت عمي ام صفوان من ناح تاني، علي الحلال ضحت ما عاد عرفت حالي وين؟ يعني ما طلقتك كرام فيها؟ اعوذ بالله عمي، اعوذ بالله، انا بحبها لوفيقه ومتعلق فيها مثل ما بيتعلق الببو بامه. خير ان شاء الله عمي خير. هلا بنبعت ورا الشيخ نزير رجع لك حرمتك على سنة الله ورسوله ان شاء الله. انت شو عم تحكي؟ عبده ماله عنا حرمه، شو نسي حاله انه طلعها ورماها؟ شو هالحكي مرت عمي؟ شو هالحكي؟ انا بحبها لوفيقه وما بستغني عنها بنو. لا استغني تقبرني استغني. انت مالك عنا حرمه اسمها وفيقه، هلا اللي عرفت قيمتها روح لعمتها. صبحيه مدام طلعها ورماها شو جاي تساوي عنا؟ مرت عمي انا ما جيت لعندكم من راسي، لو ما بعت لي عمي ابو صفوان ما بيجي. عن اذنكم. عود ابو محجوب عود. بدي روح اتركني. خلص هلا انت اترك لي هالموضوع كم يوم. اختاركو انا تاركم الموضوع ما عم بحكي فيه، مثل ما قلت لكم لو ما بعت لي عمي ابو صفوان ما بحكي فيه بنو. خاطركم. سلام يا عمي. الله معك ابو محجوب. هلا انت بعت له انه يجي؟ ايه. يعني ما اجى من حاله؟ لا. وانت شلون بتبعت له خبر بدون ما تقول لي؟ لانه هو يا ابن اخي وهي بنتي وبدي رجعنا بعض على سنة الله ورسوله. شو فيها هاي؟ عيب؟ ايه عيب. وفيقه ما رح ترجع له الا ليساوي اللي طلبناه منه. حسبي الله ونعم الوكيل. وبركي ضل مطلقها وبطل يرجعها على عصمته. لا لا تخاف عبده بيموت على وفيقه. ما شفته كيف رح يبكي مثل الولد الصغير مشان ترجع له.